نجيبها من الاول خالص، يمكن بقالي كتير ما دردشش مع حضرتك. نادي الزمالك توج بالسوبر الافريقي عن استحقاق وعن لعب وعن جهد وعن شغل وعن كل حاجه. مباراه من اول دقيقه الجمهور بيغني، ومن قبل المباراه لحد اخر دقيقه الزمالك توج كلها ماشيه لنادي الزمالك. يعني بس انا عايز اكلمك على الدخله اللي انا وانا قاعد. انا اولا كنت عند الكابتن ايمن يونس في البيت عنده بيعمل عزومه وبيتفائل كده. وعمرنا يعني الحمد لله الزمالك بيكسب على طول. كان معانا اساطير بقى، يعني كابتن ابو رجيله وكابتن حسن شحاته وكابتن فاروق الخواجه، ومش عايز انسى حد. يعني الدخله هي اللي شوقتك ان النادي الزمالك يكسب بامانه. لكن انا قبليها بثلاث اربع ايام كان في بعض الاقاويل كده، والناس اتكلمت والزمالك هيخسر ثلاثة وما تروحوش وارجعوا ما ترجعوش والاتوبيس. فانا طلعت قلت ان شاء الله لما نكسب هروح نهدي الفوز للناس دي. وحاسس صدقني، لان كان في بوادر، في صمت وعمل في نادي الزمالك محدش حاسس بحاجه خالص، واحتفالات ورغي كتير وسهر وقصه اللي انت عارفها دي. فحتى من الناحيه اللي بتاعت ربنا بيدي المجتهد العدل، او اللي بيذاكر او اللي بيفكر. صح، الزمالك عمل كده حتى بعد ما كسبنا. هتفرحوا اسبوع مش عارف ايه. احنا براحتنا نفرح زي ما عايزين، بس انا بتكلم على الشغل جوه الملعب. جوميز كسب كولر بهدوء بدون اي انفعال، لان ذاكر كويس قوي واشتغل وفاجئ الناس بحاجات ما كانش حد متوقع. حتى لو هو اتفاجئ بضربة الجزاء على عكس سير كل حاجة، والله ضربة الجزاء دي اللي أثارت لعيبة الزمالك، تعرف الإحساس بالظلم وحش، بيديك قوة من عند ربنا الضعف أو الدبل يعني بيجز في الملعب. وده حصل الشوط الثاني، أنت ليك ضربة جزاء ما اتحسبتش، تكميل الظلم. بتكسب إمتى؟ في حاجات ربانيه. بتكسب امتى؟ هتروح وهتجي لك وقت كام؟ 75 دقيقة. ومين اللي كسبك وكان هيمشي ولا مش هيمشي؟ صح، حاجات جميله لازم ناخد مواعظ. يعني مش الكوره مش كده بس، يعني اي فرقه تكسب وخلاص، لا تكسب ليه وازاي. كابتن حكام كبير طلعوا قالوا انه ضربه الجزاء ضربه الجزاء، راي حضرتك؟ هو التلامس اللي حصل بعد الكوره رغم ان هي ضعيفه وبرجله الشمال اكرم وبتاع، لكن كان على مسلوسي بخبرته ان يقراها بدري التاكلينج، لان يعني انت عارف لو بره عادي يعني، لكن هي جوه دي اللي فيها شك. والراجل عينك ما حسبهاش، بس هم اللي قالوا له الفار. هو يعني كابتن ابو في الملعب اكرم نفسه ما رفعش ايه، اكرم قام وجري يجري مع الكوره. جون حسن شحاته اكرامي ومصطفى يونس وماهر همام مسكوا دماغهم كده، وكابتن حسام الله يرحمه حسبها، وبعدين رجع قال لك عبد الرؤوف، القصه اللي انت عارفها دي. ايوه عادي، لكن انا بتكلم على خبرات لعيبه الزمالك. طيب المسلوسي العلم لعبها 10 جاب 9 منها الا دي، لكن دي اتعملت نصيب، هي جايه كده. مش عايز اخش في الدين، هي اتعملت عشان كده. هي نصيب. هل انت مقتنع انت اتظلمت في ربنا يهديك؟ طبعا. اشتغل. ركله جزاء عمر كمال بالاستادز بتاع الجزمه في راس دونجا. هل دي في 2024 مع تقنيه الفار تعدي على حكم مبتدئ في دوري درجه ثالثه في اي بلد في العالم؟ لا، هي ما تعديش. بس هقول لك على حاجه، هو لازم الراجل يقول له تعالى اشمعنى بتاعت الزمالك. ما انا بتكلم، مش بتكلم على الراجل الساحه، بتكلم على الحكام اللي قاعده في الكابينه. لازم كان يقول له. حتى الراجل لو ما شافهاش، ولازم يشوفها طبعا لان ده حاجه فوق وحاجه تحت، بس وارد. لكن انا لازم اقول له حتى بعد ما اللعبه اتلعبت، ما احنا استنيناك الشوط الاولاني في ضربه الجزاء بتاعت الاهلي ورحت واقتنعنا واتلعبت خلاص. ده نوع من العدل اللي ما كانش موجود في المقارنه بين دي ودي. لكن دي انا بقول لك دي اسباب خلت نادي الزمالك يبقى كويس. وانا اول مره اشوف الفرقه بالروح دي، اول مره اشوف الفرقه واقفه صح من الناحيه الدفاعيه. وده اللي تعب الاهلي. انا بس ليا حاجه اتفضل ما كنتش اتمنى اسمعها. كل الناس تقول لك ده الاهلي كان وحش، مستخسر يقولوا الزمالك كان حلو. يعني ايه مستخسر يقولوا الزمالك كان حلو ومسيطر، ان اللي خسر هو اللي الناس بتتكلم عليه. ايوه ده انا ما حبيتوش. لا انتوا الاهلي وحش، انتوا تقولوا الاهلي وحش ليه؟ لكن لازم تقولوا الزمالك كسب ليه؟ صح، او ايه العوامل اللي خلت الزمالك يكسب؟ حتى لو ما اتكلمناش في الساحه، في الملعب كله، التغييرات اللي حصلت بين الكولر وبين جوميز
جوميز يكسب، ما حدش يتكلم فيها. صح. يعني لكن انا بتكلم بالمنطق بقى اللي هو الاهلاوي والزمالكاوي، يقول لك كولر فضل ملعب لجوميز. جوميز غير هجوم، ده غير دفاع. ده كان عايز يهاجم ويكسب المباراه، ده عايز يامن ويجي يقف ورا ويامن. لان انا بقول لك كولر ما كانش مركز بالتركيز اللي باهميه المباراه. وده وضع طبيعي للي حصل لماتش جرمانيا، للعيبه اللي سهرت، هو مش عارف ياخد موقف، ما يقدرش يقعد لعيب في ماتش الزمالك من اللي سهره، حتى لو على سبيل العقاب. هو المفروض يعمل كده، تعرف لو عمل كده يبقى في عدل ربنا هيبقى معاه. بس ده حظنا. أي لان احنا اجتهدنا والناس قفلت على نفسها، وما كانش عندك مشاكل، ما فيش حد بيطلع في التلفزيون او صح. او بيطلع يتكلم يقول انا هعمل ايه في السوبر بتاع، لا اللعيبه بتشتغل وكل حاجه. فانت ما تتخسرش علينا الفوز والفرحه 7 أيام و8 أيام. بس فمبروك للزمالك ولاعيبته والاداره وكل الناس اجتهدت، ونمره واحد والتاني وتالت وعاشر الجماهير.